السلام عليكم مش مداخل معشر المداخل، لا بالك هادو لو كان كانوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوات لو كان عطلوا بزاف امور. ينطقلك بالحق، لكن كلمة حق يرادوا بها باطل. اسمع هذا الشيء شرهي، يقول اسمع: بعض الشباب راحوا داروا وقفة ضد هذا المطعم، باللي احنا رانا مقاطعين هذا المطعم والى اخره. هي بعض النسوة قال لك احنا تاي ما قعدوش مكتوفة الايدي، احنا تاي لازم نخرجوا ونظهروا ونعيطوا والى اخره ونثبتوا وجودنا. يا واغلبيتهم كامل متحجبات. قلنا اصلا هي المظاهرات هذه خطرها عظيم وعظيم جدا، فما بالك يخرجوا النسوة ويظهروا والصراخ والاحتكاك بينهم وبين الرجال ويتعرضوا للمضايقات. يعني هذه اختنا وامنا وزوجاتنا خرجوا، تعرف علاه؟ خاطر نتارك خازن مور الشاشه ما نجمش تخرج. مراه راجل عليك، انت هدرت على الاختلاط وهدرت على المضايقات. مضايقات على ما تعمقتش فيها، قواتنا اللي ندمروا وندهسوا ورشوهم باللي قلنا، على ما هدرت عليها. هدرت على الاختلاط، الاختلاط في الكعبة وكان الاحتكاك في الكعبة وكان صحابيات كي دايرين جليلات رفدوا السيف. كان كنت تما تقولها حطي السيف، لا يجوز تردي القوس والسيف، انت تدافع على رسول الله، انت مكانك في الخيمة. خجيها يا اخي.